فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إذا إذا أشار شيء من ذلك من التعيير بالأنساء مثل ما أشرتم هذا أبوه شريف أو أبوه وضيع أو من قبيلة كذا لا ما يجوز أن يقول هذا أبوه وضيع هو يأثم لو قال هذا من قبيلة كذا أو قبيلة أو غير قبيلة أدرك إثما لكن لو أجنه في قلبه معفو عنه أما إذا نطق فقد أصاب شيئا من أخلاق الجاهلية إذا قاله من باب الغمط للشخص، فإنه يأثم بذلك. وأما إذا لم يقوله من باب الغمط وإنما من باب البيان فقط، فهذا لا بأس به.